بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة لتعليم اللغة الفرنسية مع كتاب يليغ اي كومبخوندر كالعادة. طبعا كنا قد انتهينا مع هذا الصوت، صوت و كما رأينا، والذي يكتب ب او اي ان. طبعا هذا الصوت كما قلنا بأنه يأتي في آخر الكلمة، وممكن أنه أيضا يأتي في وسط الكلمة، مثلا كما في فعل جواندغ. جواندغ يعني أنك تجمع بين شيء أو أنك تلتحق بمجموعة مثلا. إذا نتكلم عن لوفيغ بجواندغ، نتكلم عن لوفيغ بجواندغ، جواندغ. إذا ممكن أننا نجد الصوت في وسط الكلمة. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى هذا الصوت، صوت إي 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 أو صوت إيون، صوت إيون. طبعا هناك أصوات أخرى أنها تشبه هذه الأصوات، هذه سنرى هذه الكتابة التي تعطي هذا الصوت، وهذا لا يعني بأن كل كتابة بهذا الشكل ممكن أنها تعطي هذا الصوت. مثلا كلمة لافيل، كلمة لافيل المدينة لا تقرأ لافي، على العكس من ذلك. طبعا هنا سنرى الكلمات التي تعطي هذا الصوت، التي تتضمن هذا الصوت اي. إذن عندنا مثلا اون بروموناد اون فامي، اون بروموناد اون فامي. regardons sur l'image، qu'est-ce qu'on voit؟ on a une promenade en famille، on sort ensemble en famille pour se promener، on sort ensemble en famille pour se promener. إذا نخرج جميعا في عائلة، مع العائلة للتنزه. إذا نتكلم هنا عن une promenade، إذا نتكلم عن نزهة، نتكلم عن le verbe se promener، se promener. إذا فعل تنزه. une promenade en famille، المقصود أننا نخرج كعائلة للتنزه. إذا عندنا هاد الكلمات، مثلا عندنا في، دي، غي، بي، تي، بي، بي. إذا طبعا مادام الصوت الذي يهمنا هنا هو إي أو إيون، طبعا سنقرأ هاد الكتابات بهذا الشكل، في، دي، دي، غي، بي، تي، تي، بي، بي. لا جون في que nous voyons ici, assise au bord de l'eau, assise au bord de l'eau, c'est la cousine de René, c'est la cousine de René, la jeune fille, Albint Sheba, Albint Sheba. Et dans notre langue, Sheba, assise, Al-Jalisa, assis, dans le cas de Moudakar, on dit assis, Al-Jalisa. Et dans la jeune fille, assise, Albint Al-Jalisa, au bord de l'eau, à la diffati l'ma, au bord de l'eau, à la diffati l'ma, c'est la cousine de René, inna ibnatu ammi, ou ibnatu khali, ou ibnatu ammati, ou ibnatu khalati, René. طبعا la cousine, طبعا في المذكر نقول cousin, cousin, يعني ابن العم، الخالة أو الخال، العم أو العمة. إذن هنا نتكلم عن لا كوزين، يعني ابنة العم أو ابنة الخال إلى غير ذلك. إذن لا جون في أسيز أو بور دو لو سي لا كوزين دو روني. إذن البنت الجالسة على ضفة الماء هي إن ابنة عمة روني. لا جون في أسيز أو بور دو لو، لا جون في أسيز، أسيز أو بور دو لو سي لا كوزين دو روني، c'est la cousine de René, c'est la cousine de René. La jeune fille, fille assise. Adnana, une voyelle, une voyelle. Hadi qrina S, hadi qrina Z, hadi qrina ka Z, assise. Hna qrina ka Z. Hna qrina ka S, liannana adafna S okhra, hatta la tontaqa. هاد اس كزاد لان موجوده بين دو فويال،
بين أو بين إي، بينما هذه تركنا واحدة حتى نقرأ كزاد، وإذا أضفنا إس أخرى ستعطي الصوت إس. أسيز أو بوغ دولو، أو بوغ أو بوغ، طبعا لا تقرأ دي، دولو دولو، سي سي، لا كوزين سي لا كوزين، دو غوني دو غوني. بعدها ensuite nous prenons ce paragraphe dans lequel nous allons voir des mots avec i, ion, ié, 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 ié. هنا تنشوفوا نفس الصوت er، طبعا في اخر مجموعه من الكلمات انها تنطق اي، نفس الشيء اوتي، اذا اتت في اخر الكلمه طبعا نفس الشيء انها تعطي اي، تعطي الصوت اي. نبخون تو دابور لي مو افيك اي، باغ اكزومبل لا في، لا في، فوالا سي لا جون في، اذا نتكلم على البنت الشابه، لا في البنت، لا فامي لا فامي، اون ا اون بروموناد، اون بروموناد، اون فامي اون فامي، لا فامي لا فامي يعني العائله، لا بي لا بي، إذا نتكلم على الكل، لا بي الكل، جو ما بي جو ما بي، طبعا نتكلم هنا على لو فيرب سابي، لو فيرب سابي، طبعا تيتكتب بدو زال ولكن ما تيتنطقوش، إذا جو ما بي يعني أنا ألبس، لو فيرب سابي يعني فعل لابسة، إن فغي إن فغي إن فغي، إذا نتكلم عن متقاب، متقاب خشب مثلا، نتكلم عن اون فغي ابوا، نتكلم مثلا عن اون فغي ابوا، ابوا، إذا نتكلم عن تقاب الخشب. أبخي أون دي مو افيك إيون، باغ إكزومبل لو بابيون، الفراشة، لو بابيون، لو غريون، فوالا، سي لو غريون، صندريون، صندريون، إذا نتكلم عن قصة طبعا فيها شخصية تسمى صندريون، إذا نتكلم عن قصة أسطورية صندريون، ثم لوسيون لوسيون لوسيون، إذا نتكلم عن الحرث يسمى لوسيون، هي تلك الخطوط عندما نحرت الأرض مثلا تسمى لوسيون، أحيانا نتكلم عن تلك التجاعيد التي تكون في الوجه تسمى لوسيون du visage مثلا. ensuite on a des mots avec y، ensuite on a des mots avec y y، par exemple briller briller c'est le verbe briller c'est le verbe briller، اذا نتكلم عن فعل لمع او يلمع. ensuite on a le verbe s'habiller s'habiller يعني لبس، نتكلم عن les habits، اذا نتكلم عن الألبسة، صابيي لابسة. أبخي هنا غريي غريي غريي، إذا نتكلم عن أنك تشوي غريي، ومن كلمة غري نتكلم مثلا عن شبكة أو الشوير، نتكلم عن غري دو باربيكي، غري دو باربيكي، إذا نتكلم عن الشوير، غري دو كانيفو، إذا نتكلم عن شبكة مياه الصرف مثلا، إذا نتكلم عن غري دو كانيفو، غري دو بروتيكسيون كما نضع على النوافذ، إذا على كل حال نتكلم عن إن غري، إذا نتكلم عن شبكة، هنا طبعا نتكلم عن لو فيرب غريي، إذا نتكلم عن فعل شوى، ثم عندنا فخيتيي فخيتيي، ثم عندنا فخيتيي. طبعا هذه تقال للحيوانات طبعا، يعني أنك تقوم بحركات خفيفة وسريعة كما يفعل الكلب مثلا، أنه يحرك ذنبه عندما يرى شخصا مثلا، إذا نتكلم عن لوفاب فخيتيي، إذا نتكلم عن فخيتيي مثلا لك، فخيتيي لك يعني أنه يحرك ذنبه مثلا بسرعة، إذا نتكلم عن لوفاب فخيتيي. ثم عندنا لوفاب غاسبيي غاسبيي يعني بدرة، غاسبي سون ارجون
غاسبيي سون طون يعني انك تبدر الوقت تضيع الوقت. غاسبيي سون ارجون، غاسبيي سون ارجون يعني انه يضيع ماله مثلا. Ensuite on a les mots avec ye. Par exemple, un billet. Un billet. Un billet de cinéma. ورقات السينما. إذا نتكلم عن un billet يعني بطاقة. أحيانا مثلا نتكلم عن des faux billets. Des faux billets de 20 euros. أوراق مزورة من 20 أورو. ثم عندنا le mois de juillet. Le mois de juillet. نتكلم عن شهر يوليوز. Le mois de juillet. شهر يوليوز. Du millet. طبعا نتكلم عن نوع من الحبوب يزرع في إفريقيا وفي آسيا. إذا نتكلم عن ما يسمى الدخن. Du millet. Dans le jardin de son oncle. إذا في حديقة عمي. غوني أتخوفي دي شوني. ولا سيتون شوني. إذا غوني أنه وجد. لو فيرب تخوفي عدنانا. تصرف مع أفواغ. غوني أتخوفي. إذا غوني أنه وجد دي شوني، وجد حشرات من هذا النوع كما نرى. غوني أتخوفي دي شوني. غوني أجوي أوبي أفيك غيمي. غوني أجوي أوبي أفيك غيمي. غوني لعب بالكلل أفيك غيمي مع غيمي. إلا تو بيردي. إلا تو بيردي. إذا هو فقد كل شيء. المنتصر فيها يأخذ كلل الطفل الآخر. إذن إلى تو بيردي. إذن هو فقد كل. إذن هو فقد الكل. إذن فقد كل شيء كما نقول. إلى تو بيردي. طبعا نتكلم هنا على لو فيغ بيردغ. لو فيغ بيردغ. الأصل أننا نقول هنا إل أ بيردي. إلى بيردي. إلى بيردي. إذن هو فقد. إلى بيردي تو. إل أ بيردي تو. إذن هو فقد كل. طبعا تنسبق تو كأنها صيغة المبالغة. كأنها صيغة المبالغة إن صح التعبير. إلى تو بيردي. إذن هو فقد الكل. سوزان إي جونتي. إذن سوزان أنها ظريفة، أنها مؤدبة. سوزان إي جونتي. إلى بيان فولي أبيي لو بيبي. إذن هي أرادت بشكل جيد. إذا هي أرادت بشكل جيد أو بالتأكيد إلى غير ذلك أبيي لو بيبي أن تلبس الرضيع. إذا هي أرادت أن تلبس الرضيع. إذا هي قبلت أن تلبس الرضيع. إلى بيان فولي إل أ فولي. إذا هي أرادت. عندنا لو فا فولواغ إلى فولي. طبعا هنا عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل فولواغ يعني انه تيكون على هذا الشكل. يكون على هذا الشكل ال افولي. اذا هي ارادت ابي الباس يعني انها تلبس. طبعا لو فيرب ابي هنا لم يصرف لانه اتى مباشره من بعد فعل اخر. الى بيان فولي ابي لو بيبي. اذا هي ارادت بشكل جيد الى غير ذلك ان تلبس الرضيع. سوزان اي جونتي. Elle a bien voulu habiller le bébé. Un joli papillon sur une fleur. Un joli papillon. Un joli papillon sur une fleur. Farasha Jamila. طبعا هنا نتكلم عن فراشة. كلمة مذكرة. كما نقول فراش. كما نقول هنا فراش جميل. إذا نتكلم عن فراشة جميلة. Sur une fleur. فوق زهرة. ثم عندنا un grillon. Voilà, c'est un grillon dans son trou. في غاره. هو حفر غارا في الأرض. وهو يطل من هذا الغار. إذن هو موجود في غاره. Un grillon dans son trou. Un grillon dans son trou. Un grillon. Voilà, c'est un grillon dans, يعني في, موجود في, son trou. غاره. إذن هو الذي حفر هذا الثقب. Ce matin, هذا الصباح, la tante a donné à René. La tante a donné à René. إذا الخالة أو العمة أو زوجة الخال أو زوجة العم a donné أن أعطت à René لي René. أعطت لي René ماذا؟ Un billet
تونوف، NBA تونوف. أعطته ورقة جديدة، تونوف جيد جديدة. أكيد أعطته ورقة نقدية جديدة. إذن سوماتان لاتونت أدوني أغوني. طبعا شوف هنا، هنا عندنا أ، هنا عندنا أ. هاد أ اللي ما تتكونش فوق منها أكسون خاصنا نعرفوها ديما بأن هذا راه لو فيرب أفواغ. طبعا هنا جاكا أوكسيليير، نذكر بهذا. إذا هنا جاكا أوكسيليير جا باش نصرفو معاه لو فيرب دوني. طبعا لو فيرب دوني خدينا منو لو بارتيسيباسي الخاص به اللي هو دوني، تيكون بهذا الشكل. إذا قلنا لاتونت أ دوني، وضعنا هنا أفواغ مع ال. طبعا تتعطينا ال أ، نقول ال أ هي عندها. طبعا إلا كان غيجي مورا اسم، ولكن هنا ال أدوني هي أعطت أغوني. طبعا عندنا هاد التانية، هاد التانية هادي سي اون بريبوزيسيون، هذا حرف، هذا ماشي فعل أفواغ، هذا حرف. أعطت لي أو إلى، مثلا جوفي أليكول غنديرو هاد أ، أنا سأذهب إلى المدرسة. إذا طبعا تتجي في معاني أخرى بالمقارنة باللغة العربية، أما في اللغة الفرنسية فهي تتبقى هكذا، تتفهم على الحال ديالها. إذا لاتونت أدوني، إذا العمة أن أعطت أو الخالة أعطت إلى غير ذلك. أغوني، إلى غوني أو لغوني. شنو عطات الغوني؟ أن بيي تونوف، ورقة جد جديدة. إذا نعيد، لا في، لا فامي، لا بي، جو ما بي، اون فغي، لو بابيون، لو غريون، صندريون، لو سيون، بغيي، صابيي، غريي، بغيي، صابيي، غريي، غريي، فريتيي، غاسبيي، ان بيي، لو مو دو جويي، دوميي. دون لو جاردان دو سون اونكل، روني أ تخوفي دي شوني. روني أ جوي أو بي أفيك ريمي، إلا تو بيردو. سوزان إي جونتي، إلا بيان فولي أبيي لو بيبي. أن جولي بابيون سور أون فلور. أن غريون دون سونترو. سو ماتان لا تونت أ دوني أ روني أن بيي تو نوف. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.